مساء الخير او صباح الخير حسب بقى بتشوفونا منين، من اي حته من العالم. ربنا يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويرضى عننا اجمعين ويرزق الجميع الخير والستر والصحه والرضا. انا عايز اقول لنا النهارده ان شاء الله معايا مجموعه اطفال، يعني بصراحه ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم لاهاليهم. وانا وعدتهم ان انا اعمل لهم باي باي، فيا ترى بتعملوا لي باي باي ولا لا؟ هما شايفيني دلوقتي بره، وبقول لكل الاطفال في كل حته في العالم صباح الفل عليكم، برضو باي 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 باي. لا باي باي دي يعني احنا ماشيين، سلام برضو سلام ماشيين، ازيكم 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 احسن ازيكم. عايز بس اتكلم كلمتين صغيرين وبعد كده على طول نخش في الحلقه ونجيب الاطفال بقى القمر اللي هم بقى مين يا ترى، عشان الناس كده تبقى متحمسه وقاعده مستنياهم كده بشوق. هنبدا بالبنوته فيروز، معنا فيروز، وانا الاسم ده بصراحه بحبه كده، حب ليه كده، حب عندي كده لوحده ومعزه خاصه. والاطفال بقى الرجاله، الرجاله اللي كانوا عمالين يعني مش هقول بيضربوا ايديا جامد بره، بس هم رجاله يعني الرجاله كده اقوياء يعني. معانا علي ومعانا ادم ومعانا احمد مع فيروز، فان شاء الله هيبقوا معانا في الفقره اللي جايه. عايز بس اتكلم بقى كلمتين مهمين جدا جدا جدا، بما اني مطبق من امبارح وعندي تصوير وخلصت تصوير وما قدرش حتى اروح البيت اغير، وجيت على طول احتراما للاربع اطفال اللي هم موجودين معايا النهارده، واحتراما يعني لاحاسيسهم والمشاعرهم، ويمكن الصوت يبان عليا اللي انا مرهق وتعبان، بس يعني ربنا يا رب يقدرني دايما واقدر احترم كل الناس واقدر كل الناس، لان مشاعر الناس مش لعبه. والله والله انا حقيقي مرهق وتعبان ومطبق كمان، وكان يوم تصوير امبارح ما يعلم به ربنا وما لحقتش اغير، بس بحترم كلمتي مع الناس. وبالصدفه كده عرفت ان فيروز كانت بتحضر من امبارح، فكان هيبقى شكلي وحش قوي قدام نفسي لو انا اجلت التصوير معاهم، والاطفال بقى اللي كانت بتحضر زعلت، وفيروز زعلت، واحمد زعل، وعلي زعل، وادم زعل. فالحمد لله ربنا يقويني ويقوي الناس كلها، واعذروني بقى لو في لخبطه كتير في تطبيق مش مركز تعبان، فاعذروني بقى يعني اخوكم الصغير النهارده يعني. عايز بقول كلمتين مهمين تانيين. احنا بنعمل ايه في حياتنا للاطفال الفتره اللي جايه؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا. الاطفال اللي انا بشوفها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك، يمكن احنا عاملين 100 حلقه للاطفال فيها اطفال كتير مختلفه. لو اتفرجتوا على الحلقات كلها هتقدروا تعرفوا ان الموهبه مش بالسن، او الطفل المميز مش بالسن، ولا هو عنده 10 سنين شاطر ولا هو عنده 3 سنين مش شاطر. لا، الشطارة دي نعمة ربنا بيديها للطفل، الشطارة دي مجهود أهل في الطفل. الموهبة بقى، والموهبة دي محدش بتدخل فيها غير ربنا، كويس؟ ربنا بيدي لك البذرة، أنت قدرت تنميها وتشتغل عليها هتحصد من وراها خير. والله سبتها كده ما تلومش إلا نفسك، دي نقطة. النقطة التانية، ما تقارنش ابنك أو بنتك بأي حد على الكوكب، لأن ده نوع من أنواع الفشل. أنت ما تعرفش الشاب أو الطفل أو المراهق اللي ناجح في المجال الوسط الفني يعني نجح إزاي، فأنت ما تقارنش ابنك أو بنتك بيه وتقول أصل إحنا مش عارفين نوصل، أصل إحنا مش عارفين. لا، أنت ما تعرفش هو كافح قد إيه وتعب قد إيه عشان يوصل للموضوع ده. وعايز أقول حاجة تانية، قريب قوي قريب قوي إن شاء الله، ثقة في الله ثقة في الله إن شاء الله، وببركة دعاء أم ليا هقول لكم خبر مهم جدا، وهو هيبقى أغلب الأطفال اللي هتبقى في مسلسلات وفي الإعلانات وفي الأفلام هتبقى الأطفال دي طالعة من تحت إيدي إن شاء الله. أنا مش هعلن ده دلوقتي ومش هقوله دلوقتي لسبب، لأن في ناس كتير ما بتحبش الخير، عادي الدنيا خير وشر، وناس بتحب الخير وناس ما بتحبش الخير. ومع ذلك العيب بقى مش في كده، العيب في الناس من صناع المهنة نفسها. أبقى أنا أتعب على الطفل وأتمرمط معاه وبروفات وتصوير وكليبات وأفلام قصيرة ومش عارف إيه و و و، وبيجي مثلا منتج أو شركة إنتاج أو مخرج أو مش عارف إيه، بيروح واخد الطفل كده منزله في فيلم أو في مسلسل، وكأن بركات دوره انتهى، وكأن بركات خلاص هو الولد اتولد كده موهوب، أو البنت اتولدت موهوبة واتدربت وعرفت يعني إيه كاميرا وعرفت يعني إيه تصوير ويعني إيه سكريبت وعرفت كل حاجة أو عرف كل حاجة، وبقى بيقف في أي لوكيشن ما بيهموش حد، واثق في نفسه، نجم عنده 19 سنين، نجمة عندها 19 سنين، نجمة. فكل ده برضو ما يشغلنيش. اللي بيشغلني بقى اللي الناس بتتضايق ان انا باجي اتكلم اقول يا جماعه الطفل اللي في مسلسل كذا ده انا اللي تعبت فيه وانا اللي اكتشفته ومعايا مثلا في الاكاديميه. ليه تقول كده؟ ليه تقول كده؟ ازاي تقول كده؟ طب ما هو انت لو عندك ضمير اصلا
لو عندك ضمير هتفهم، لان انت عارف ان ده جاي من خلالي وانت تقريبا واخده من عندي يعني، وانت قايل لنا او قايل لحد او اين ما يكون يعني الاتفاق جه ازاي عشان تاخد الطفل ده، فحاجه ما تزعلكش اللي انا اللي تعبت فيه وانا اللي دربت وانا اللي مخليه يشرفك، ما انت حضرتك بتاخد من وراه فلوس عشان انا مشرفك فيه، عشان الولد طالع مش بيضيع يوم تصوير، مش بيعد لك 100,000 مره فبيضرب لك يوم تصوير، بشوف بقى الرقم كويس. فالمفروض تشكرني اللي انا بديلك او بنتج للبلد اطفال كويسه بتشرف، اطفال موهوبه بجد. فدي ما تزعلش حد، انت بقى زعلان اللي انا بقول الاطفال دي طالعه من عندي او من الاكاديميه بتاعتي، يبقى انت اللي عندك مشكله. انت المفروض تفتخر ان دي اطفال مصر وفي حد اهتم بيهم واداهم لك تشتغل بيهم على الجاهز، ومع ذلك مش بيقول لك كل شويه قول اسمي، ومع ذلك ما بقولش الاطفال روحوا هناك قولوا احنا تبع بركات كويلة، بدليل ان في مخرجين كتير اتصدموا ان الاطفال دي طالعه من عندي وان انا ما بتكلمش ومش هتكلم، بس قريب قوي لازم انا اتكلم، لان للاسف رجل حكيم قال لي امبارح لازم تتكلم وتبقى بشغلك، بس والله انا بحب اشتغل بس ما بحبش الكلام والناس شايفه. اللي عايز يفهم اللي احنا بنتعب وبنعمل حاجه لاولاده براحته، مش عايز يتعب برضه براحته. مش هنضيع بقى الحلقه في الكلام ده لان كده كده الكلام ده ما يفرقش معايا، فتعالوا نطلع فاصل عشان نستضيف الاطفال اللي هم بالنسبه لي اهم من اي حد. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. انا ادم مستنيني في احنيه رمضان مع المخرج بركات كويلة. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. كان يا مكان انا احكي لكم النهارده حكايه زي حكايات زمان، بين مجموعه من الاطفال فيهم الطيبين وفيهم الاشرار المتنمرين، كان في طفله اسمها جوجو شافت مجموعه من الاطفال بيلعبوا كره القدم، كانوا بيلعبوا بكوره مش كره قدم اصلا، فقررت ان هي تخش تقول لهم انتوا بتلعبوا بكوره غير كره القدم، ودي خطر، فقررت ان هي تندع عليهم وتقول لهم، فقالت لهم يا اصدقائي يا اصدقائي. كان في واحد اسمه زوما من الاشرار قال لهم تعالوا نشوف البنت الفقيره دي عايزه ايه وايه اللي دخلها هنا المكان ده. فراحت قالت لهم جوجو بكل هدوء، على فكره الكره اللي انتوا بتلعبوا بيها دي مش كره قدم وممكن تكسر رجليكوا او تعوركوا، وانا خايفه عليكوا عشان انا بحبكوا. ما عجبش الكلام رورو، فقالت لها انت مالك انت وايه اللي دخلك المكان ده، انت اصلا طفله فقيره وباباكي فقير، ازاي تتكلمي معانا كده؟ اتفضلي اطلعي بره وما تدخليش المكان ده وملكيش دعوه بينا، انت اصلا فقيره اتفضلي اطلعي بره. خافت منهم جوجو، وكان زوما بيبص لها كده من فوق لتحت وقال لها اللبس ده انت جايباه منين؟ على كده لاقياه ولا حد اداهولك لله؟ بدات تحزن جوجو وتتاثر وقال لها تاني زوما اتفضلي اطلعي بره، روحي شوفي انت جايبه اللبس ده منين. اتأثروا الاصدقاء الطيبين ومودي قال له على فكره يا زوما اللي انت بتتكلم عليها دي داخله عشان تنقذنا، وهي مش فقيره هي طيبه، انما انت شرير ومتنمر وانا مش هلعب معاك تاني. الخوف والقلق والتوتر بدا يلعب لعبته مع جوجو، وبدات تخاف وتترعب جوجو وعايزة تمشي لكن مش قادرة تمشي، خايفة يضايقوها أو يتنمروا عليها أكتر من كده، ولكنها حاولت إن هي تمشي ومشت بالفعل، لكن وهي مرعوبة وخايفة مش قادرة حتى تبص وراها. رورو بدأت تتنمر أكتر وتزعق وتقول كلام مش كويس، ومودي بدأ يدافع عنها ويقول لها ملكوش دعوة بيها، لكن هنون خدت القرار قالت له على فكرة يا زوما أنا مش هلعب معاك تاني وانت متنمر، وانا ما كنتش متوقع ان انت تكون متنمر. وبصت على جوجو وهي ماشيه، وهروح العب مع جوجو الطيبه اللي جات عشان تنقذنا، انما انت ورورو متنمرين وانا مش هلعب معاك. ولوما كمان قالت له وانا كمان مش هلعب معاك وهروح لجوجو الطيبه انا وهنون وهنلعب معاها. مشت جوجو وهي حزينه وخايفه وبيجروا وراها لوما وهنون وموت
ماضي، وفضلوا ماشيين وراها لحد ما وصلوا ليها وبدأوا يكلموها ويقولوا لها ما تزعليش، على فكرة دول متنمرين، إنما أنت طيبة وإحنا كمان طيبين، وعشان إحنا طيبين مش هنلعب مع المتنمرين الأشرار، إنما إحنا من دلوقتي هنكون أصحاب وهنلعب مع بعض على طول، مش هنلعب مع رورو ولا مع زوما. وبدأت تبقى مبسوطة جوجو عشان حست إن هي عملت خير، ولقيت كمان أصدقاء جداد طيبين حضنوها، وكان مبسوط جدا مودي إن هو اتعرف على صديقة جديدة أنقذته وخافت عليه. ودي كانت حكاية النهاردة بين الطيبين والأشرار المتنمرين. انت عايزه تبدا الاول؟ بس انا قلت للمخرج جوه عمو اللي احنا هنبدا كده الاول. ممكن ابدا معاهم الاول؟ ممكن نبدا مع البنت الاول. طب ناخد رايهم عشان ما نبقاش بنضحك عليهم. موافقين؟ اه موافق يا علي؟ اه موافق. موافق ابدا معاه؟ اه ماشي حلو قوي. ازيك يا فيروز؟ هات المايك. لا ما هو انت لابسه مايك خلاص. طب خدي برضو مايك بس ادولي تاني. اتفضل. ايوه بصي بقى الكاميرتك اهي، شايفه الكاميرا؟ يلا قولي اسمك بقى. اسمك ايه؟ فيروز خالد محمد. عندك كام سنه؟ فور. فور؟ عارفه يعني ايه بالعربي؟ كام؟ اربعه. برافو سقفولا. اربعه. ماشي هاتي بقى المايك. نبدا بقى مع اصحابنا. برافو. نبدا مع مين؟ مع مين نبدا كده بقى؟ مع علي. اتفضل يا علي. انا اسمي علي احمد برجيز. انا عندي فور. انت عندك فور برضو؟ خلي بس المايك جنبك، مش لسه بنتكلم؟ لا خليه كده، مش احنا لسه بنتكلم؟ مش لسه بنتكلم؟ اه ولا انت مش عايز تتكلم معايا؟ عايز اتكلم معاه. حلو قوي، قول بقى اسمك تاني بالراحه. انا بص 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 للكاميرا هنا. لا انت كده بص للشاشه، بص هنا، بص هنا يا علي. ايوه كده، يلا. انا اسمي علي. علي انا. انا اسمي علي، انت سرحت؟ سرحت؟ لا قول انا اسمي علي بصوت عالي كده. انا اسمي علي، انا عندي فور. برافو سقفوله. اديلي الماء. اديه لادم. اديه لادم. انا ادم. استنى يا عم ادم بقى، انا سالتك. وانا لسه سالتك. يلا نبدا تاني. كانك مش واخد بالك كده وكده كده كده. خلاص اديله المايك يا علي. خدت المايك؟ ازاي؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ كأننا ما نعرفش بعض كده وكده. ادم. ادم ايه؟ ادم احمد سمير. كم سنة؟ سبعة. بص لكاميرتك. سبعة. كم سنة؟ سبعة. اسمك ايه؟ ادم. عندك كم سنة؟ سبعة. انت ما بتسقفلوش ليه؟ برافو، اصل انا حاسس ان انت ريحت كده وجاي جنبي. ماشي ادي المايك لحم. انت شفتيه صح؟ شفتيه؟ اه طيب يلا احمد. لا احمد اهو، استني احمد اهو. احمد حط. طب انت اللي عايزه تسالي؟ تسالي تسالي اسمك ايه؟ طب بصي له كده قولي له اسمك ايه؟ كانك انت المذيعه. ماشي بصي لاحمد وقولي له اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي احمد حسين. قرب المايك انت. ايه قرب المايك. اساليه تاني من الاول. المذيعة هتسألكم الأول. اسمي أحمد حسام، عندي خمس سنين. أهو ما سمعناه. تاني 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 يا أحمد، تاني بس بالراحة. واحدة. استنى نسأل الدكتور آدم. يا دكتور آدم قال بسرعة ولا بالراحة؟ بسرعة. لا قول بالراحة عشان الدكتور آدم ما يزعلش. ماشي. اسأليه اسأليه يا فنانة. قولي له اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ أنا اسمي أحمد حسام. أحمد حسام، عندك كام سنة؟ خمس سنين. خمس سنين؟ كم بالعربي؟ ايه؟ كم بالعربي؟ فايف. لا كم مش انت قلت له كم بالانجليزي؟ بقول له كم بالعربي؟ انت بتغششه يا دكتور غلط ولا ايه؟ ها؟ قرب بس المايك، قرب المايك. خمسة برافو. خمسة. بيغش. لا هات هات كده بقى المايك، هات. هات. اسألوني اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي بركات كويلة.
واحد بس عندي في حدود ما يقلش وباكل خضار. ماشي. استنى بس ماشي ايه؟ ماشي ايه؟ ماشي انت بتقول ماشي كام سنة؟ أنا بقول عندي في حدود ما يقلش عم ما يزيدش وباكل خضار. يعني ايه بقى؟ ماشي. استنى بيقول ماشي 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 ليه؟ ماشي وخلاص؟ طيب أنا عايز أقول إن أنت ضحكتك حلوة قوي. إيه رأيك في الكلام ده؟ ده حلو. إيه؟ حلو الكلام ده. حلو الكلام ده؟ طب أمسك المايك خلي، لا لا استنى استنى عشان المايك المايك، أقعدي عشان المايك ما يقعش. أيوه برافو، أنا جاي لك بقى. خلي المايك معاك يا أستاذ علي. ماشي. تمام؟ إزيك؟ عايز بقى أسألك سؤال. بتضحك ليه؟ بتضحك ليه؟ طيب عايز اسالك سؤال. احنا نقضي الحلقه ضحك يا جماعه ولا ايه؟ شفتني في التلفزيون؟ استنوا 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 استنوا. طب يا دكتور ما ينفعش الكلام ده. طب استنوا استنوا بس خدوا نفس بقى. نهدى قولوا اهدى. اهدى والنبي يا جماعه تقولي علي وهو بيقول اهدى كده تاني. معلش يا علي قول اهدى اهدى. بس خلاص بس عشان الدكتور هيزعل مني. طيب عايز اسالك سؤال سؤال. استنوا بقى يا جماعه. سؤال سؤال بس سؤال عايز اسالك سؤال. تمام قولي لي اكتر يا ابن السن. هو انا كلامي بيضحك؟ كلامي بيضحك؟ لا. طيب بيضحكوا ليه؟ ايه يا دكتور ادم مش الموضوع. طيب لا لا من غير من غير لا جد بقى خلاص جد. احنا دلوقتي كلام جد خلاص. كلام جد. ايوه جد في حاجه بعد النفس عشان الكلام الجد. سؤال استنى بس نسال نسال بس جد جد بقى خلاص. ايه اكتر فاكهه بتحبيها؟ في ايه يا ابني؟ يا ابني في ايه؟ ضحكت المخرج علينا جوه. استنى استنى يلا جد بقى جد يا فيروز جد جد جد. اكتر فاكهه بتحبيها ايه؟ يعني الفواكه اللي انت بتحبيها. الموز الكيوي ايوه والتفاح ايوه والموز والموز والرمان والبطيخ. يعني ما شاء الله الفاكهه كلها. طب ادي بقى المايك اللي عمال يضحك. هي والبرتقال ماشي. استنى بقى يا احمد. انا بقول يا احمد عادي. استنى استنى هو انت بترد اللي عمله فيكي؟ بتنتقم؟ طيب يلا احمد. انا بقول احمد عادي خلاص. يلا ماشي استنى يا ادم. احمد نعم. اللي هيضحك يمشي يا شباب. استنى يا عم انت بتضحكي ليه على احمد عادي؟ اللي هيضحك. طب هنساله بقى سؤال. استنى بس يا احمد جاهز انك تتكلم؟ ها طب ناخد مكالمة يا جماعة. المكالمة جاء. طيب دخل. استنى ناخد مكالمة. هناخد مكالمة عشان تخلص وقت الحلقة. طيب يلا لما تكونوا جاهزين بالمكالمة لخبطتوني. طيب طب نقول الو. نقول الو. الو الو بس استنوا بقى معانا مكالمة. ايوه الو. ايوه ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذ بركات؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. معلش بنضحك شويه. لا ربنا يسعدكم. ايه الاخبار؟ استنى يا احمد استنى استنى نسمع طنط. نسمع طنط نسمع طنط. هم مبسوطين. نعم مبسوطين. هم مبسوطين بوجودك معاهم على فكره. الله يخليك الله يخليك. استنى استنى عشان انت يعني شخصيه لذيذه ومحبوبه فعلا مع الاطفال. الله يخليك. انتوا ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. انا عارف ان احنا مش هنعرف نتكلم من العيال دي. ربنا يبسطهم وهم معاك.
طيب عايزة تقولي حاجة؟ معلش. أنا عايزة أقول إن أنت يعني حد فعلا بتحب الأطفال من قلبك، دي حقيقي يعني عن تجربة، عشان يعني أنا جيت وبنتي معاك في البرنامج وما لقيتش إن أنت بتفرق بين أي طفل والتاني، بتعاملهم كويس جدا وبتخليهم يحبوك وبتديهم ثقة في النفس وبتجتهد معاهم إن أنت يعني تطلعهم أحسن حاجة في البرنامج معاك أو عموما في الحلقة بتاعتك. يعني والله انا عايز اقول لك طبعا هم كلهم ولادنا، ولو احنا كبار هننسى اي حاجه زي كده اللي احنا بنفرق او بنميز حد عن حد، هم مش هينسوا وهيكبروا طول العمر فاكرين ان البركات ميز حد عن حد او زعل حد وساب حد، فطبعا الاطفال ما بتنساش. وانا بشكرك جدا جدا جدا، وان شاء الله لينا مداخله تانية مع بعض عشان عارف انت مش هتعرفي تتكلمي قوي يعني. شكرا لحضرتك. قالوا ايه بقى؟ خلاص ما انتوا بوظتوا البرنامج. طيب ادي المايك للدكتور لادم. وانا كنت باخده من عشان يتكلم. لا استنى بقى، ازيك يا ادم؟ الحمد لله. استني استنى، اللي هيضحك مش هيصور. طيب عايز تقول ايه لاصحابك؟ اللي هيضحك مش هيصور. اللي هيضحك مش هيصور. انا الروبوت. لا لا استنى، طب استنى بس، لا لا استنى عشان المايك. استنى يا ادم. يا فيروز ادم تقول ايه لاصحابك؟ ايه ايه اهدوا؟ لا مش اصحابك دول، اصحابك اللي بيتفرجوا عليك في التلفزيون دلوقتي. انا بشكرهم. بتشكرهم. طيب ادي المايك لعلي. استني يا فيروز، ادي يا علي تقول ايه لاصحابك اللي بيتفرجوا عليك دلوقتي؟ بص لكاميرتك بسرعه. بص هنا، بص هنا، تقول ايه لاصحابك اللي بيتفرجوا عليك؟ قول لهم بحبكم. بحبكم. ادي المايك لاحمد بسرعه 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 بسرعه. احمد تقول ايه لاصحابك اللي بيتفرجوا عليك؟ احمد ركز معايا، تقول ايه لاصحابك اللي بيتفرجوا عليك؟ بص للكاميرا، بص للكاميرا، تقول لهم ايه؟ قول لهم بحبكم. بحبكم. كده كده الكاميرا كده، بس كده. بس كده. قول لهم بحبكم. بحبكم. بس فيروز، بص بقى للكاميرا يا فيروز، بص لكاميرتك. ايوه دي. تقولي بقى للناس اللي بتتفرج عليكي دلوقتي حالا قول لهم بحبكم. مايك. ما انت معاكي المايك. عايزه المايك ده؟ هاته معلش. جدع جدع شاطر. يلا امسكي بقى المايك بسرعه وقولي للناس اللي بيتفرجوا عليكي بحبكم. لسه تاني تاني. بحبكم. بص للكاميرا. بحبكم. برافو، سقفوا لها، سقفوا لنفسكم، وشكرا ليكم، شكرا ليكم. الحلقه عدت هوا. يا ست استني عليا بقى، اختم بقى يا جماعه، اختم يا جماعه. نشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نستنونا بقى في اغنيه رمضان، هتشوفوا عمل فني محترم. طب قولوا للناس سلام، قولوا للناس سلام. سلام.